السلام عليكم جميعا، شكرا للحاضرين معنا في هذا البرنامج وهذه الورشة. في البداية حابة أشكر وأثني على وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات على تحت الفرصة لنا أن نحن نشارك في كومكس 2021 اللي جاي بثيمة الواقع الافتراضي ثلاثي الأبعاد. حابة بس أخبركم عن نبذة بسيطة عن منفذ الشاشة اللي شايفينها قدامكم. هذا اللوجو، مؤسستنا هي مختصة في صناعة محتوى تفاعلي ثلاث الأبعاد باستخدام تقنية الواقع الافتراضي والواقع المعزز. إذن اليوم راح نتكلم عن تقنية الواقع الممزوج. معكم شظى صبحي، المؤسس والرئيس التنفيذي لمؤسسة منفذ لخدمات التصميم والبرمجة. إذا محاور الورشة اليوم راح نتكلم عن ما هو الواقع الممتد، الفرق بين الواقع الافتراضي والواقع المعزز والواقع الممزوج، تعريف تقنية الواقع الممزوج، كيف يعمل الواقع الممزوج، مجالات استخدام الواقع الممزوج، الشركات المصنعة لنظارات الواقع الممزوج، التحديات الحالية لتقنية الواقع الممزوج، حجم السوق لتقنية الواقع الممتد، ومستقبل هذه التقنية. مثل ما عارفين أنتم حالياً التسارع الكبير في تقنية المعلومات عمل على تغيير اللي هي معالم الحياة الإنسانية بشكل عام عن طريق هذه الإنجازات والتطورات العلمية المتسارعة في هذه الفترة، وتقاس طبعاً الأمم بسرعة استخدامها لهذه التقنية في مختلف المجالات. إذن هو تحدي بين الدول، من الدول أو من أي الدول التي تقدم خدمة تسهل على المجتمع وعلى الإنسانية وتعطيه بعض التسهيلات والرفاهية في حياته. مثل ما شايفين عندكم أنتم الحين، يعني هل تتوقعوا قبل 30 سنة أنه الرسائل اللي كانت خطية وكانوا يستخدموا بعدين الفاكس، حالياً بإمكاننا إحنا بضغطة زر ننتقل مباشرة نرسل إيميل لموظف عندنا أو مسؤولنا بمجرد ضغطة زر في ثواني تصل عنده بهذه السرعة؟ ما كنا متخيلين أبداً أن هذه التقنية راح تغير بشكل جذري، وحالياً نحن نستقبل تقنية أخرى اللي هي تقنية الواقع الممزوج التي ربما صح يعني سوف تغير بشكل جذري حياتنا القادمة. إذن خلينا نتكلم الحين عن ما هو الواقع الممتد. إذن الواقع الممتد أو الواقع الموسع Extended Reality اختصاره XR هو مصطلح طبعا حديث يشمل كل من الواقع الافتراضي Virtual Reality VR، الواقع المعزز Augmented Reality AR، والواقع الممزوج Mixed Reality MR. هذه بتشوفوها بين فترة وفترة في سلايداتنا. إذن إيش يعني الواقع الممتد؟ إذن هي تقنية تدمج بين الواقع الحقيقي والواقع الافتراضي عن طريق تفاعلات الحاصلة بين الإنسان والكمبيوتر، وتكون هذه الأجهزة الذكية قابلة للارتداء. مثل ما شايفين عندكم الصورة، إذن الـ XR واقع ممتد يتكون من ثلاثة أنواع مثل ما شايفينها عندكم. إذا نجي نعرف إيش الفرق بين الواقع الافتراضي والواقع المعزز والواقع الممزوج. عندكم الواقع الافتراضي هو ينقل المستخدم إلى عالم آخر غير حقيقي تماماً. إذن أنا أشاهد عالم افتراضي مصمم ثلاثي الأبعاد بإمكاني أتفاعل معه عن طريق ارتداء نظارة. الواقع المعزز هو إضافة بعض العناصر في العالم الحقيقي. أنا موجودة في عالمي الحقيقي ولكن أعززه ببعض العناصر الموجودة. أما الواقع الممزوج اللي هو مزيج بين الواقع الافتراضي والواقع المعزز عن طريق إضافة بعض العناصر الافتراضية ونحن موجودين في البيئة الحقيقية، ولكن اللي يميزه أن نحن نتفاعل مع هذا المحتوى اللي تم إضافته. بإمكاني أنا أكبره، أصغره، أنقله من مكان لآخر، بإمكاني أتحكم فيه بشكل مختصر. إذا جينا نشوف طريقة عرض المحتوى التفاعلي، إيش الفرق بين الثلاثة أنواع؟ إذا شايفين عندكم الواقع الافتراضي VR هي بيئة افتراضية، بيئة غير حقيقية، وشكل الفضاء الموجود في الشكل عندكم في الصورة يبين لنا نحن في بيئة غير حقيقية. الصورة اللي بعدها اللي هو الواقع المعزز AR
هي صورة يعني عنصر تم إضافته في المكان اللي احنا موجودين حاليا فيه اللي هو البيئة الحالية، ولكن مثل ما تلاحظوا الشخصية الفضائية موجودة أعلى الكنبة أو الكرسي، ولكن الواقع الممزوج MR هو وجود العنصر اللي تم إضافته في الواقع الحقيقي وكأنه حقيقي موجود بيننا ونحن نتعامل معه ونتفاعل معه. وش هي الأجهزة المستخدمة في كل من التقنيات الثلاثة؟ إذن VR يستخدم في نظارة الواقع الافتراضي اللي هي نظارة VR headset ومعها الجويستيك. AR اللي هو تقنية الواقع المعزز إمكاني أنا أستخدم اللي هي تابلت أو عندي الأجهزة الذكية أو الأجهزة المحمولة. MR المكسد رياليتي الواقع الممزوج بإمكاني أنا أتفاعل مع المحتوى باستخدام أو ارتداء بعض الأدوات اللي تخليني أتحكم في العناصر الموجودة حولي. إذن اليوم راح نتكلم أكثر عن تقنية الواقع الممزوج الذي يسمى كذلك المختلط والمدمج. خلينا نتعرف أكثر عليه. مثل ما شايفين عندكم الصورة اللي أمامكم، هذا هو بشكل عام الواقع الممزوج. بإمكاني أنا أتفاعل مع المحتوى الأمامي روبوت، أعرف إذا الفان ماله كم يعني مستواها، بإمكاني أنا أعرف الكمبرسر الموجود فيه أداءها خلال مثلا الأيام أو الأسابيع هل قل أو زاد. مثل ما ملاحظين عندكم العناصر الموجودة حاليا في الصورة. إذا نتوقع نحن يعني سيغير الواقع الممزوج حياتنا حقيقة عن طريق أحداث انقلاب جذري لطريقة رؤيتنا وتفاعلنا مع العالم بشكل جميل وممتع. إذا خلينا نعرف أكثر إيش يعني تعريف أو معنى الواقع الممزوج. إذا هو أكثر من مصطلح كلهم يؤدوا إلى نفس العنوان اللي هو الواقع الممزوج. عندكم الواقع المختلط، الواقع الهجين، الواقع الممزوج، والواقع المدمج. إذا هي تكنولوجيا حديثة تتيح نحن ندمج بين بيئة واقعية وبيئة افتراضية، وتمكن المستخدم أنه يتفاعل مع العناصر الموجودة حوله وحواليه، وهذه العناصر هي افتراضية لكنها موجودة معنا في وقتنا الحالي في بيئتنا الحالية. وبإمكاننا الجميل في الموضوع نحن بكنا نتحكم فيها ونحركها من مكان لآخر، وهذه هو اللي يعني اللي يشمل مميزات الشيئين اللي هو الواقع الممزوج والواقع الافتراضي. كيف يعمل الواقع الممزوج؟ إذا الواقع الممزوج اعتمد نظام الواقع مش على إيش، إنه يمسح البيئة المحيطة حوالينا نحن بدقة جدا عالية عن طريق كاميرات ومستشعرات موجودة ومثبتة في الرأس. بعدين التقنية هذه تعمل على يعني مطابقة الواقع الموجود مع الأبعاد الموجودة حوالينا نحن، وبعدين تسلط عليها المحتوى الرقمي اللي احنا حابين نضيفه في في المحتوى. وكان الشخص يتحكم بهذه العناصر عن طريق إيماءات العين أو من خلال تحكم في اليدين. ومن أشهر المنتجات في هذا المجال هي نظارة المايكروسوفت هولولانس. خلينا الحين نحن نشوف فيديو راح يوضح لكم طبيعة عمل الواقع الممزوج. Microsoft HoloLens brings holograms into your real world. Using transparent lenses, spatial sound, and an understanding of your environment, holograms look and sound like they're actually part of the world around you. That is mixed reality. With Microsoft HoloLens, holograms are viewed through the holographic frame centered in the middle of your view. This preserves your peripheral vision so you can move freely and connect and collaborate with people around you. Holograms in mixed reality don't block out what you can see and hear. This enables you to engage with digital content and tools alongside the objects in your real world. Holograms can be world-locked in a physical location, so you can walk around them, or they can travel with you. You can even hear them in 3D with spatial sound.
Microsoft HoloLens is the world's first fully untethered, self-contained holographic computer. With the mixed reality experience of HoloLens, you can stay in the real world and interact with real people as you simultaneously explore 3D in 3D. الفيديو كان هذا شرح مبسط عن هذه التقنية وأتمنى وضحت عندكم. خلونا الحين ننتقل إلى مجالات استخدام الواقع الممزوج. توجد العديد من المجالات منها التعليم، التدريب، الطب، الهندسة، الصيانة، الألعاب، التواصل. راح نتطرق في كل مجال بشكل سريع. عندكم التعليم، مثل ما شايفين الصورة الموضحة حالياً، بإمكان الطالب الجامعي أنه يتعرف أكثر على عضو اللي هو القلب، كان أنه يعرف الصمام ويعرف الجزء الأمامي والجزء اليمين والأيسر ويتفاعل مع المحتوى اللي أمامه. الصورة الأخرى بإمكان أن الشخص يعني يتعرف على طبيعة الظواهر الطبيعية الموجودة والطقس، كيف مثلاً تكوين مثلاً البرق، الرعد. إذن هي تسهل علينا رؤية ومشاهدة الأشياء اللي بإمكان إحنا نشاهدها بالعين المجردة. إذا أتكلم عن مجال التدريب، بإمكان هذه التقنية أنها تساهم بشكل كبير في التدريب، راح تكون يعني لها دور كبير أنها تسهل على المستخدم أنه يفهم طريقة عمل الجهاز المعين، طريقة تركيب بعض الأجزاء. جاءت فقط هذه التقنية يعني لتسهل على المتدربين والمدربين، ربما نستغني عنهم بعد فترة، المدربين يكون يمكن دورهم إشراف، وهذا التقنية راح تحل محل الورش التدريب. في الطب مثل ما شايفين عندكم غرف العمليات، هذه التقنية راح تسهل على الأطباء اللي يديروا العملية أنهم يتعرفوا بشكل أسرع على الأعضاء الموجودة، على يمكن ربما معلومة بالنسبة لهم يعني في لحظة يريدوا يتعرفوا على يمكن أنهم بإيماءات العين يوجدوا المعلومة بشكل سريع. في الهندسة بإمكانها أن تكون في هندسة الكيميائية، الهندسة الميكانيكية، هندسة الإنشاءات، عديد من مجالات الهندسة بإمكانها تدخل هذه التقنية، راح تساهم بشكل كبير في يعني في التحول وتسهيل على المهندسين معرفة أداء الأجهزة والآلات. إذا نتكلم عن الصيانة، نتوقع يعني إذا مثلاً إحنا في مصنع كبير وعندنا مثلا يوميا نحن نروح المصنع ونريد نعرف ايش العطل الموجود في الاماكن في خلال المصنع. اذا نحن يمكن بنكتشف انه في عندنا تسرب غاز او ربما تسرب في بعض السوائل الموجوده في بعض الاجهزه، راح تسهل عليهم معرفه الضغط، درجه الحراره بشكل عام. هي يعني كانت تعطيهم اللي هو شكرا عنا ملخص ريبورت لكامل المصنع. الواقع الممزوج كذلك راح يدخل في الألعاب بشكل كبير، راح نتفاعل مع الألعاب الموجودة حولنا وحوالينا. احنا معانا مثال على ذلك، انا جالسة في الغرفة واتفاعل مع العناصر الافتراضية الموجودة في اللعبة. الواقع الممزوج كذلك راح يسهل علينا الاجتماعات الافتراضية والتواصل مع الأهل والأحباب إذا كنا خارج البلد. خلينا نشوف هذا الفيديو اللي يوضح لنا هذه التقنية. Skype for HoloLens lets you share your world with family and friends. You can see them in a holographic screen in your space, and they can see everything you can see. الحين ننتقل إلى أنواع الشركات المصنعة لنظارات الواقع الممزوج. عندنا نظارة الهولو لينز، وحاليا هي النسخة الثانية هولو لينز 2.
وعندكم اليوم ماجيك ليب 1، عندكم الأبل حاليا تصنع آي جلاس اللي هي يعني ربما يعني تحل محل الساعة. كان أشوف كل الإشعارات الموجودة عن طريق اللبس وارتداء النظارة، وطبعا دخلت كانون كذلك في هذا المجال، وأغلب الشركات حاليا يعني متحمسة لصنع هذه النظارات لأنهم يتوقعوا أنها سوف تحل محل الهواتف الذكية في المستقبل. إذا ما هي التحديات الحالية لهذه التقنية؟ السعر الحالي لهذه النظارة هورلينز 2 2300 ريال عماني، يعني سعرها ما سعر متناول للجميع، صعب أن الشخص يشتريها في هذه الفترة. إذن حاليا تعرض للمطورين والمبرمجين وليس للمستهلكين، ولكن في السنوات القادمة أكيد سعر راح يقل وتكون أكثر يعني متداولة بشكل كبير للعامة. ما هو حجم السوق للتقنية في الواقع الممتد؟ حسب مجلة فورست، من المتوقع أن تصل قيمة السوق تقنية الواقع الممتد 2009 مليار دولار بحلول عام 2022، طبعا هو ما يعادل 8 أضعاف قيمة هذا السوق مقارنة بعام 2019. إذن مستقبل تقنية الواقع الممزوج، الواقع الممزوج حقيقة راح يغير بشكل جذري حياتنا القادمة. راح تبدأوا في بداية المرحلة أنكم تستغنوا عن الهواتف الذكية وراح تستخدموا هذه التقنية، ثم بعد شوي تبدأوا تستغنوا عن الهاتف، عن التلفاز، عن الجهاز اللوحي أو الآيباد، راح تستغنوا حتى عن التلفزيون وعن بقية الأجهزة، وراح فقط يعني جميع هذه المحتوى الموجود في تلك الأجهزة راح يعني تتفاعلوا معها في الواقع الممزوج أو المختلط عن طريق لبس زوج من النظارة أو زوج من العدسات، وأموركم طيبة. يعني باختصار، تلفون راح نستغنى عنه، تلفزيون راح نستغنى عنه، حتى اللابتوب راح نستغنى عنه، كل هذه الأشياء موجودة حولنا وحولينا عن طريق بس نحن نلبس النظارة. أضغط أو أسوي إيماء بعيني يفتح لي الديسكتوب، أفتح لي الوورد، بإمكاني أسوي أي شيء في الوورد، بإمكاني أنتقل لصفحة أخرى، ربما أنتقل إلى اللي هو جوجل، بإمكاني أبحث أي شيء أنا أريده. نتوقع بشكل كبير راح تستبدل جميع الهواتف الذكية بهذه النظارات. وكذا نحن وصلنا إلى ختام هذه الورشة. إذا عندكم مجال الأسئلة بنكون شاكرين لكم، وشكرا طبعا للحاضرين جميعا، جزاكم الله خير. إذا حد عنده أي استفسار بإمكان إحنا نجاوب عليكم. في حال إنكم حابين ربما تتواصلوا مع المؤسسة، هذه حساباتنا في شبكات التواصل الاجتماعي انستغرام وتويتر، أرقام التواصل بالإيميل. شكرا جزيلا على الحضور. إذا ما حد عنده أسئلة نشوف إذا حد عنده أسئلة، وإذا ما حد ربما خلاص نغلق.